مرحبا، يعطيكم العافية. أول شيء معكم المهندسة راني زهرة من شركة داتا ميد، الوكيل الحصري لشركة مايندري العالمية. هلا بداية أنا بدي أشكر الدكتورة زبيدة شموط والدكتور فواز هلال والرابطة أجمعين بأنه هني عم يعملوا هيك مؤتمرات لحتى تقدر شركات مثل ما نحن تعطي أحدث تواكب التطورات وتورجي الدكاترة والأطباء. بالإضافة أنه التكنولوجيا اللي عم تصير بهذا المجال بالنسبة للأجهزة، وبالإضافة أنه نحن نستفيد من خبراتكم بتشاركونا فيها. بالنهاية حضرتكم قامات بنتعلم منكم. يعني بدي احكي بريفلي عن مايندرا بحد ذاتها. مايندرا بحد ذاتها هي بومس مختصه بالبي ام ال اس بيشنت مونيتور واللايف سبورت، اللي بتضمن اجهزه التخدير، بتضمن اجهزه المنافس، بتضمن اجهزه المونيتورات، بتضمن التخطيط، السنترال ستيشن، بالاضافه للصدمه والاي تي ميديكال سوليوشن بطريقه كامله، بالاضافه للامرجنج سيستم اللي هو الراديولوجي والالترا ساوند، السيرنج بام، الاو بي تي تيبل، الاو تي لايت، بالاضافه مؤخرا هلا صرنا عم نفوت باللابروسكوبي اللي هو تنظير الصلب. هي شركة مايدرا واللاينات اللي بتصنعون. هلا بالبرزنتيشن تبعي هاي حاحكي عن احدث جهاز تخدير مايندرا صنعته اللي هو الـ A8. اذا بدي احكي عنه صراحه بشكل مفصل انا يعني بحتاج مو بس محاضره كذا محاضره، فانا حضوي على بعض النقاط وعلى احدث التكنولوجيا اللي صارت واللي عملتها مايندرا وعملت فرق بهذا الجهاز. بدايه حبلش بالبريفيك سيستم. البريتنج سيستم مثل ما بتعرفوا جزء منه في هو البيلوز او البيستون باجهزه ثانيه. مايندرا بشكل عام قررت تعدل وتطور التكنولوجيا تبعها من البيلوز لا اللي هو المنفاخ لا الفوليوم اكسشنجر. ليش مايندرا قررت تعمل هيدا الشيء؟ بناء على عده اسباب. اول شيء معدل التدفق عندي بالنسبه للفوليوم اكسشنجر بيكون عالي، بالتالي الفريش غاز اللي عم يوصل للمريض بيوصل بشكل اسرع. ثاني سبب اللي هو البيب، انا بقدر اضبط البيب بقيمه منخفضه. ثالث شغله مثل ما انكم شايفين بالصوره الثانيه، هذا هو الفوليوم اكسشنجر البريسنج سيستم اللي عدلته شركه مايندري. ما في وحدات ميكانيكيه، بالتالي عمره طويل، صيانه تبعه سهله، وحتى هو قادر انه نعقمه بطريقه سهله، بالاضافه انه انا بقدر يعني استخدمه لكل الكاتيجوري تبع البيشنت. بالبيلوس كنا نحن اذا كان عندنا نيونات ولا بدياتريك لازم نغيره تبعا للكاتيجوري تبع المريض. اما بالفوليوم اكسشنجر ما في داعي انا اغيره لانه بناسب كل الاعمار للمرضى. هلا انا مثل ما انكم شايفين بهالصوره هو الستاتس تبع نظام البريسنج سيركت. طبعا هي بتكون على شاشه الجهاز سنويه بتبين لي تقريبا انه هذا النمط بالمانيوال فنتيليشن، بالاوتو فنتيليشن، هل هو بالاكسبيريشن ولا بالانسبيريشن. بالاضافه اذا كان في عندي ليكج او كان عندي ديسكونكت بالدائره كمان بتظهر لي اياها هيدي الشاشه، وبتظهر لي ايضا القيمه الحقيقيه للتايدل فوليوم هي هاي بشكل عام التطور اللي صار بالبريثنج سيستم بجهاز الاي 8. هاي صوره ثانيه كمان بتوضح انه البريثنج سيستم كيف عم ينعرض على شاشه الجهاز. المحور الثاني اللي بدي احكي عنه والتطور اللي صار فيه اللي هو الفلوميتر. الفلوميتر بجهاز الاي 8 هو عباره عن بجهاز الاي 8 هو تحكم الكتروني واظهار ديجيتال كامل. طبعا انا المزيج الغازي بقدر اختاره، اما يكون اكسجين ونيتروس او ممكن يكون اكسجين وهواء. طبعا انا لحتى اتحكم بهيدي العمليه في عندي طريقتين، اما التوتال فلو كنترول سيستم او دايركت فلو كنترول سيستم. توتال فلو كنترول سيستم هون الدكتور بيحدد قيمه الجريان الكلي بالاضافه لنسبه الاكسجين بالخليط. اما الدايركت فلو كنترول سيستم هون الدكتور بيحدد قيمه كل غاز على حده، والجريان الكلي هو بيكون مجموع جريانات جميعا اللي حددها الدكتور. بالفلوميتر في عندي فيتشرز كثير مهمه اللي هو الاوبتمايزر. الاوبتمايزر هو عباره عن انديكاتور بيحدد لي انه يا هل ترى الدكتور عم يعطيه قيمه جريان الجهاز
وقت عم يحط وقت الدكتور عم يحط هيدا السيتنجز عم يعطيني قيمه جريان مثل ام لا، عم يعطيني اياها عاليه ولا منخفضه. فالاوبتمايزر بتعطيني قيمه الجريان مثل بتحدد لي الدكتور باي مرحله هو هلا بحكم انه نحن عندنا فلوميتر الكترونيك مو بس كنترول وديسبلاي، في حال عندي انا تعطل الجهاز يا ترى ما لازم يكون عندي انا باك اب انه نظام امن او باك اب لحتى مثلا الدكتور وهو عم يشتغل العمليه ما يضطر يقطع العمليه ويروح فيها المريض؟ اكيد كاونت مايندر عم تفكر بهذا الموضوع. فالنظام الامن والبديل في حال تعطل الالكترونيك فلو كنترول سيستم هو الباك اب فلو كنترول سيستم. مثل ما شايفين هذا هو الباك اب فلو كنترول سيستم. هذا الباك اب فلو كنترول سيستم بيتفعل اوتوماتيكي وقت بيصير في عندي عطل بالالكترونيك فلو كنترول سيستم، وبيعطيني جريان للاكسجين تقريبا بقيمه 1 لتر بالدقيقه. طبعا انا بقدر اعدل هذه القيمه ضمن رينج من 1 ل 15 لتر بالدقيقه طبعا للدكتور اللي عم يشتغل العمليه عن طريق روتين النوب، وبيظهر قيمه الجريان عن طريق هذا الانبوب. هي بشكل عام التطور اللي صار بالفلوميتر بجهاز الاي اي. ثالث شيء اللي بدي احكي عنه والتطور اللي صار واللي عملته مايندر وعملت فرق كثير كبير فيه هو الفنتيليشن. فنتيليشن مود. هلا بنلاحظ هون تقريبا انماط التنفس اللي عندي اياها تقريبا قسم موجوده بجهاز التنفس العاديه، بالاضافه انه هي ضافت على جهاز التخدير نمطين كذا نمط صراحه هلا رح نحكيه، بس من الانماط اللي ضافتهم اللي هو الاي بي ار في. هلا الاي بي ار في نحن متعودينه بالعنايه بيستخدموه لمرضى سي او بي دي. ليش؟ لانه هون بيكون عندهم ضيق بالمجاري التنفسيه، فبدهم هن ضغط عالي، ضغط صدر عالي. طيب بعمليات بجهاز التخدير بالعمليات انا شو بستفيد منه؟ هلا بالعمليات عنا بجهاز التخدير انا بستفيد منه كالتالي. هلا مثل ما بتعرفوا الاي بي ار في هو نمط بريشر كنترول، بتكون نسبه الشهيق على نسبه الزفير معكوسه، بالتالي انا عندي نسبه الزفير قصيره، هون بيزيد العائد الوريدي عنا اياه وبالتالي نتاجه القلبي. هذا الشيء بيسمح بتقليل نسبة السي او 2 وبالتالي بيقلل من انخماص الرئة. هذا اكثر شيء مناسب لمرضى الاي ار دي سي، مناسب لمرضى الانخماص الرئة، مناسب لمرضى الهايبوكسيميا، ومناسب كمان للتروما بيشنت. النمط الثاني اللي ضافته على اجهزة التخدير الاي 8 هو نمط الاي ام في الادابتد فنتيليشن. هون الدكتور بس بيحدد التارجت مينت فوليوم اللي بده اياها، وبعدين جهاز التخدير لحاله تلقائيا بيحدد بيعمل سيتنج للريسبيراتوري ريت، بيعمل سيتنج للتايدل فوليوم بناء على حاله المريض هو تلقائيا، فسواء ساعد حاله المريض ولا تحسنت حاله المريض هو لحاله تلقائيا بيعدل هيدي السيتنجز بناء على الحاله تبعه. هيدا الادابتد الاي ام بي. النمط الثاني اللي بدي احكي عنه اللي هو خاص بالمرضى يلي بيشتغلوا الهارت لانج ماشين، يلي بيستخدموه بجراحه القلب المفتوح من سلميه، هارت لانج ماشين. هون الاكسجينيشن بيتم عن طريق الهارت لانج ماشين، ما بيتم عن طريق التخدير، بالتالي بهي الحاله جهاز التخدير بيعطيني الارمات كثيره، ضغط، ممكن يكون فوليوم، ممكن يكون تي سي او 2، ممكن يكون انستيجيا جاز، لحتى خفف، حتى كمان ممكن يعطيني توقف التنفس لحتى خفف من هيدي القصه الارمات وما تزعج الدكتور. يعني بالنهايه دخلت مايندري شيء اسمه كاردياك باي باس مود، واللي هو اول انا ما فعله كل هيدي الالارمات انا اللي بسميها الارمات فولس كاذبه بتوقفها وبتقلل مني هذا بالنسبه لنمط الكاردياك باي باس مود. احكي شيء كمان بالاضافه، اخر شيء اللي هو اللونج ريكروتمنت تولز. اللونج ريكروتمنت تولز مثل ما بتعرفوا الريكروتمنت هي عباره عن استراتيجيه لحتى انا هو الرئه لحتى ما يصير في عندي انخماص فيها. بتم عنا بالاي ايج بطريقتين اللي هن يا ون ستيب يا اما مالتي ستيب. بالون ستيب انا الدكتور بيدخل هون قيمه البيب، بيدخل الدكتور قيمة البيب، بيدخل قيمة الاف اي او 2، بيدخل قيمة البيب، هذول يعني. اما بالنسبة للمالتي ستيبس، بالنسبة للمالتي ستيبس هون بيدخل قيمة البيب ولكن وفق ستيبات معينة. وبيدخل كمان معدل التنفس، بيدخل كمان نسبة الشهيق للزفير. هلا بس تنتهي العملية
الجهاز بيعرض لي، الجهاز بيسمح للدكتور انه يقيم، الجهاز بيسمح للدكتور انه يقيم حالة الرئة لحتى يشوف اذا فيها انحماز او لا، لحتى يراقبها بطريقة افضل عن طريق مراقبة عدة بارامترات ممكن تكون المطاوعة، البي تي اي، البيك. طبعا هي بيتم مثلا قبل وبعد الريكروتمنت مانوفر. بالاضافه كمان هو بيعرض لي اللوبات وبيعرض لي منحنيات الضغط. طبعا هذا الشيء بيتيح للدكتور انه يحدد الحاله الدقيقه للرئه ويتجنب شيء اسمه البي بي سي اللي هو كلياتنا بنعرفه. بالاضافه انه جهاز التخدير انه قادر انه يخزن الريكروتمنت مانوفر لحتى يقدر الدكتور يراقب خلال العمل الجراحي وحتى يراقب التطورات بعد العمل الجراحي، ممكن لانه المريض ينقلوه على عنايه، فبيفضل انه يراقب حاله رئه المريض لحتى يحميها من اي مضاعفات ثانيه. طبعا هذا المالتي ستيبس ريكروتمنت هو كثير فلكسبل، كثير هيلبفول للدكتور واحسن من الوان ستيب. الشيء اللي بدي احكي عنه كمان الفلو بوز، هو صراحه خاص بحمايه الطاقم الطبي كلياته عنا. هلا غاز التخدير اذا اي حدا بيستنشقه يعني بشكل عام هو غاز سمي، يعني اكيد ما هو غاز منيح. فكيف الدكاتره يلي عم يكونوا ضمن العمليات، مو بس دكاتره والطاقم الطبي اللي عم يكون بقلب العمليات عم يستنشق منه، في اوقات احيانا الطبيب بيضطر يفصل المريض عن يفصل انابيب التنفس، ممكن يكون بده يعمل سكشن، فبالتالي انا بتسرب عندي غازات تخدير. فالدكتور ولا الطاقم الطبي اذا عم يستنشقوا كميه كثير كبيره من هذا الشيء، فهذا الشيء بيقدر يسخطه. فلهيك مايندري عملت شيء اسمه فلو بوز. هذا الفلو بوز بيقلل من كميه تسرب الغازات التخدير اللي جايه على الغرفه. طبعا تقريبا هو بيكون ماكسيموم دقيقتين، الديفولت تبعنا هو 60 ثانيه وانا بقدر كل 30 ثانيه زيده. هلا هو هذا اخر محور انا بدي احكي عنه اللي هو البروتكتيف فنتليشن تول كيتس، بس قبل ما احكي عن هذا البروتكتيف فنتليشن تول كيتس بدي احكي عن شيء اسمه الاتش اف ان سي اللي هو هاي فلو نيزل كانولا. هاي فلو نيزل كانولا صراحه هو بيزيد نسبه تركيز الاكسجين بالحويصلات الهوائيه، وهو بيساعد لحتى يمنع نقص الاكسجين او حتى يعالجه. اوقات بالاندكشن ولا بالانتوبيشن، بالاندكشن او بالانتوبيشن في عندي شيء اسمه انقطاع تنفس، هذا الانقطاع التنفس بيتم تقريبا من 6 ل 8 دقائق، طيب الدكتور بلكي يضطر يزيد مثلا اكثر من هيك، مثلا بلكي اجت معه حالات صعبه مثلا مثل اوبيس، مثل ما راح حامل، مثل ملا، مثلا في عندنا مثلا اشخاص او مرضى مثلا التنبيب تبعهم كثير صعب بيحتاجوا وقت اكثر، فبيضل يرجع يفصل ويرجع يحطه مره ثانيه لحتى ياخذ اكسجين. لا، بالهاي فلو نزل كانولا نحن عندنا تقريبا بيرفع لحد 30 دقيقه مع تدفق تقريبا بحدود 60 لتر. التدفق اللي بيكون عن طريق الفيس ماسك تقريبا من 10 ل 20 لتر بالدقيقه. هلا انا بس بدي اعرض صراحه فيديو ورجيكم فيه الهاي فلو نزل كانولا، تاثيرات الفيزيولوجيه اللي عم تصير فيه وطريقه البروسيجر تبعه. مثل ما انتم شايفين هي بالفيس ماسك، انه قد ايه كان تقريبا انه اذا عندي انقطاع الاكسجين قد ايه بيكون من 6 تقريبا ل 8 دقائق. اما بالهاي فلو نيزل كانيولا انا تقريبا ل 30 دقيقه، وبضل عم يزودني لحد 60 لتر بالدقيقه. شو التأثيرات الفيزيولوجية على الهاي فلو نيزل كانولا؟ أول شيء المجاري التنفسية بتقلل من السي أو 2 وبتزيد مثل ما احنا شايفين الأكسجين. هاي بالمجاري التنفسية. بفترة انقطاع الأكسجين مثل ما قلنا بالانتوبيشن شو بيصير عندي؟
هون عملية استخلاص الأكسجين من الحويصلات الدموية للبلد بتؤدي لانخفاض بالضغط بين الحويصلات الهوائية. هذا الضغط بيكون تدرجي، هذا التدرج بيزيد، هذا التدرج بيولد لي زيادة بانتقال الأكسجين للحويصلات الهوائية مثل ما احنا شايفين. هلا بالنسبة كمان باللدد، في شيء هون بس الديد سبيس فلاش شو بيعمل؟ بيخرج لي كل شيء فيه غازات ما بدي اياها، بالتالي بيزيد من نسبه تركيز الاكسجين وبيقلل من الريبريثينج. هاي انا كيف البروسيجر تبعي بالنسبه للهاي فلو، نزل كانولا. انا بدي احكي عنه بالاي 8 هو البروتكتيف فنتيليشن تول كيتس. البروتكتيف فنتيليشن تول كيتس بالاستراتيجي تبعها عندنا بالاي 8 هو كالتالي. اول شيء في عندي ثلاث ستيبات، اول شيء يعطيني الاوبتيمال بيب. هلا ممكن اخذ الاوبتيمال بيب عن طريق الترانسبولونري بريشر. انا ليش براقب، ليش كثير الترانسبولونري بريشر كثير مهم بالنسبه لي؟ هذا الضغط كثير مهم وبفيد لحتى يوجه لي الاعداد الصح للبيب، بالاضافه لضغط الشهيق لحتى يمنع شيء اسمه تضخم زائد وانخماص بالرئه اثناء الدوره التنفسيه كلياته. بهذا الضغط وعند مراقبه هذا الضغط كمان بقدر راقب شيء الضغط المريء. ليش بقدر راقب الضغط المريء؟ لانه هذا الضغط هو عباره عن ضغط المريء ناقص الضغط الجنبي ناقص ضغط الاسناف اللي هو الحويصلات الرئويه، بس انا الضغط الجنبي ما بقدر اقيسه بشكل مباشر. لهيك انا جدار المريء كثير قريب على التجويف الجنبي، بالتالي تقريبا الضغط فينا نقول متساوي، لهيك بقدر راقب الضغط، بستبدل الضغط الجنبي بضغط المريء، لهيك بقدر راقبه بطريقه مستقله. بالاضافه للريكروتمنت لانج ريكروتمنت، نحن حكينا عنها وحكينا انه هي عباره عن تو ستيبس، عن ملتي ستيبس وتو ستيبس، بنعمل فيها ريكروتمنت مانوفر، بس هلا الريكروتمنت مانوفر بالعاده ما بتتم لكل المرضى، يعني في مرضى معينين انا بعمل لهم ريكروتمنت مانوفر، يعني اكثر شيء مرضى الاي ار دي سي اللي بيعملوا عمليات تنظيف صلب لابروسكوبي، وحتى باللابروسكوبي تقريبا في ريكومنديشن بتقول انه انا لازم اعملها يمكن 30 دقيقه، لانه باللابروسكوبي مثل ما بتعرفوا انه انا ضخ شيء سي او 2 لحتى كبر حجم البطن عندي، بالتالي هذا الهواء الفايت واللي كبر حجم المريض رح يضغط على الصدر وبالتالي حيضغط الحويصلات الهوائيه، فبالتالي انا لهيك لازم اعمل ريكروتمنت مانوفر تقريبا كل 30 دقيقه لهدول المرضى اللي عندهم هي العمليات. اخر شيء حاحكي انه نحن عن اللور تايدل فوليوم. هلا نحن فينا ناخذ التايدل فوليوم المثالي عن طريق بس اني انا احط وزن او طول المريض وبيعطيني التايدل فوليوم المثالي. كمان في شغله كثير مهمه بالنسبه للبروتكتيف فنتيليشن واللي هي الاستراتيجي واللي هي كمان بتمنع من شيء اسمه البي بي سي، الدرايفنج بريشر. الدرايفنج بريشر وقت انا عندي يزيد بيزيد عندي البي بي سي وبيزيد عندي اوقات خطر الموت، لهيك انا لازم تكون القيمه تبع الدرايفنج بريشر بيقولوا بين 15 و20، بس القيمة المثالية هي 13 تقريبا. هلا هيدا اهم النقاط اللي انا حابه ضوي عليها بالاي 8 وبجهاز التخدير الموجود عندنا.